موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الشيخ سعد رحمه الله: قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا قاربنا انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق. فأمسكوهن بمعروف، أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقوهن بمعروف، أي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. وأشهدوا، أي على طلاقها ورجعتها، ذوي عدل منكم، أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله، أي ائتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته. ذلكم، أي الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك. يقول: ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر أصابها فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجا وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة، فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله يقع في الآثار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك في الطلاق. فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها، فإنه لابد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ومن يتوكل على الله، أي في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك، فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له. فلهذا قال: إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدرا،
أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. تكلمنا أمس عن هذه الآيات وبعض أحكام الطلاق، ونلخص ذلك مرة أخرى فنقول: جعل الله عز وجل الطلاق من الحلول التي تكون عندما تتعذر الحياة بين الرجل والمرأة، وهو أمر مشروع ليس بمحرم، وإنما يكون بالصورة التي شرعها الله تبارك وتعالى. فمن طلق زوجته، فالطلاق قد يكون طلاقا رجعيا وقد يكون طلاقا بائنا، بينونة صغرى أو بينونة كبرى. فالطلاق الرجعي إذا طلق الطلقة الأولى له أن يراجعها ما دامت في العدة، أن يقول لها راجعتك، ويشهد على ذلك اثنين. وكذلك إذا كانت الطلقة الثالثة ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة له أن يراجعها، ولكن بعقد جديد ومهر جديد. فإذا طلق الطلقة الثالثة فليس له أن يراجعها، ولا مهر جديد ولا عقد جديد، إلا أن تنكح زوجا غيره، يعني أن تتزوج المرأة زوجا آخر زواجا على نية التأبيد، يعني زواجا شرعيا. فإن استقرت الحياة أتمت حياتها ومعيشتها مع هذا الزوج الجديد، وإن لم يحصل بينهما وفاق وأرادت الطلاق فطلقت للأول، فللأول أن يتزوجها مرة أخرى ويبدأ طلقات أخرى وزواجا جديدا. ولا يجوز لها ولا للرجل أن يتزوجها على سبيل التحليل للزوج الأول، فهذا من أسباب اللعن، كما في الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا هذه الأحكام الشرعية لا يجوز التلاعب بها، كما يمسك أحدهم المرأة حتى إذا ما اقتربت العدة من الانتهاء يقول لها راجعتك، ثم يطلقها مرة أخرى، وإذا اقتربت العدة من الانتهاء يقول لها راجعتك، وهذا من باب الإهانة لها والتشديد عليها. فالله عز وجل يحاسب كل إنسان على ما فعل. نقول أيضا من الأحكام أحكام العدة، فعدة المطلقة المدخول بها ثلاث حيضات: عدة المطلقة المدخول بها التي انقطع حيضها، وعدة الصغيرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، عدة الحامل وضع الحمل، المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، المتوفى عنها زوجها، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، كما سيأتي: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكما جاء في قصة صبيعة الأسلمية لما قتل زوجها وهي حامل، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة وخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المتوفى عنها زوجها ليست حاملة فعدتها أربعة أشهر وعشرة، كما جاء في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا في قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أن العبد عليه أن يتقي الله عز وجل في المرأة، فإذا أراد إمساكها فليمسكها بمعروف، يريد أن يكمل معها الحياة وليس على سبيل الإضرار بها. أو فارقوهن بمعروف، يعني فراقا لا محذور فيه، كما يقع من من يتقون الله. أما من ضعف الإيمان في قلوبهم فتجد السب والشتم والاعتداء على الأموال ونحو ذلك والتلاعب، وهذا كله بسبب ضعف الإيمان والجهل بأحكام الله. قال الله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا أمر مهم وهو الإشهاد. الطلاق يجب فيه الإشهاد، والرجعة يجب فيها الإشهاد، بمعنى إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته لابد من وجود شاهدين ويشهد على هذا الطلاق، وكذلك كتابة هذا الطلاق، يكتب أنه طلق امرأته في اليوم الفلاني وبحضور فلان وفلان، ويشهدهما على هذا الطلاق. فإذا أراد رجعتها أيضا أتى بشاهدين، أي شهود، لا يلزم من أسرة الرجل أو أسرة، أي شهود، ويكتب أنني راجعت امرأتي، ويشهد هذين الشاهدين.
وهذا يحفظ يعين على حفظ الحقوق، وكي لا يقول فلان أنا نسيت كم طلقة أو فلانة تزعم أمرا غير الحقيقة وهكذا. لذلك أمر الله عز وجل بالإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كما ذكرنا الإيمان سبب لحصول الخير والاستقامة على شرع الله والعمل بشرع الله تبارك وتعالى. ضعف التقوى والإيمان سبب لما نسمع ونرى من المشاكل والتعدي. لذلك قال الله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويجب على المسلم أن يتعلم هذه الأحكام إذا تزوج أو إذا أراد أن يتزوج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا الطلاق الذي قد وقع ربما تسبب في ضيق وهم وحزن وكرب للرجل أو للمرأة، فإذا كان كل منهما يتقي الله فالله سيجعل له مخرجا. إذا راعى هذه الحدود الشرعية فسيكون الفرج والمخرج إن شاء الله تبارك وتعالى، بل والرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما رزق الرجل أو رزقت المرأة بزوج أفضل بكثير من الأول حين استحالت الحياة. فعلى العبد أن يتقي الله تعالى وأن يتوكل عليه، فهو سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أحكام أخرى ستأتي في الآيات التالية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.